Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons découvrir une nouvelle activité lecture, la page 59-60. Alors, concernant la lecture, des questions. Les questions que nous avons répondu avant de lire le texte. يعني اسئله ممكن احنا نخرجوها من لو تيتر من لا سورس يعني بارا تكست قال اسئله من لوليستراسيون ايماج قال اسئله اللي محيطه بالنص يعني بلا ما نحتاجو نقراو النص ونعرفوا علاش كيهضر ابري كنشوفوا الكيسيون ديال كومبريونسيون الوغ هنا جو اوبسيرفي يعني غير كت اوبسيرفي كتلاحظ اي جو فورمول دي زيبوتيز او كنعطي دي زيبوتيز يعني فرضيه الوغ هنا نشوفوا هاد لي كيسيون نخرجوهم من بعد نقراو لو تيكست نفهموه ونشرحوه باش نخرجوا لي كيسيون اللي كاينين في لاباج 60 الوغ كيل سون لي بيرسوناج ريبريزونتي بار ليماج هاد ليماج هادي عندنا فيها واحد المجموعه ديال لي بيرسوناج قالك شكون هما كيل سون لي بيرسوناج كيل سون لي بيرسوناج نو كيبانو لينا هنايا عندنا دي جون شباب الوغ هنايا Les personnages représentés, voilà la réponse. Les personnages représentés par l'image, comme l'on voit, sont des jeunes, ou chebeb. La question 2. Est-ce qu'ils sont tous originaires d'un même pays? Ou est-ce qu'ils sont tous originaires Bien sûr que non. Alors, non, ils sont de différents pays, ou من مختلف. يعني هما من بلدان مختلفة. Pourquoi se tiennent-ils les mains? علاش هما مشادين بعضياتهم؟ علاش شادين؟ ils tiennent les mains, علاش شادين يدين بعضياتهم؟ Quel comportement manifeste-t-il? إذا شنو هو هاد الصورة ديال هاد لاك ديال هما مشادين بيديهم؟ إن كومبورتمون، إن التصرف هذا شنو كيعطينا؟ إذا شنو كيبان لنا في هاد التصرف هذا ديالهم؟ إن كومبورتمون كيديرو. ألوغ هنا هما مشادين بوغ مونطخي كيل سون سوليدير باش يبينو انهم متضامنين يعني واخا هما كل واحد لو البشرة ديالو لا كولور ديال بو دو بو لا بو ديالو لي شوفو اتسيتيرا ولكن كيبينو انهم متضامنين ايل سون سوليدير ايل مانيفيست لو كومبورتمون ان التصرف اللي كيديرو ديالاش ديال لا سوليداريتي تضامن دو كوا ساجيتيل دون سي تيكست اذا علاش يكون كيتكلم هاد لو تيكست هذا إذا من خلال الصورة il s'agit de la solidarité entre les personnages يعني هذا التكست غيكون كيتكلم على تضامن بين الناس بين لي جون لي بيرسوناج الوغ نقراو دابا لو تيكست باش نفهمو التكست باش نجاوبو على لي كيستيون بوركوا اتر سوليدير يعني علاش بوركوا اتر تكون انت انسان سوليدير يعني علاش نشوفو تضامن الايجابيات ديالو كيسكو سا فو دير يعني شنو كيعني هاد الشيء لا سوليداريتي اي ان سنتيمون هاد التضامن هو واحد الاحساس كي بوس لي زانديفيدو اللي كيدفع الافراد ا سونتريدي التضامن هو اللي كيخلي الناس يتعاونوا سونتريدي يتعاونوا بعضياتهم مي دو سولا فيانتيل يعني منين جاي هاد الشيء بوركوا اتر سوليدير الله نجاوبوا عليه الكيستيون نو نافون با توس لي ميم غيزون حنا ما عندناش كلنا نفس لي غيزون الاسباب داتر سوليدير باش كنكونوا متضامنين كل واحد كيتضامن ولكن كل واحد عنده السبب الخاص ديالو اللي خلاه يتضامن انا كنضامن واحد السبب الاخر كيتضامن واحد الهدف معين اتسيتيرا بوغ سيغتان لبعض الناس علاش كيتضامنوا يقول لنا الناس كل واحد وعلاش كيتضامن كل واحد والنيه ديالو بوغ سيغتان بيرسون يعني لبعض الناس C'est une réaction inévitable. بالنسبة ليهم التضامن هو واحد تجاوب واحد ردة الفعل inévitable يعني لا مفر منه ضروري يعني ضروري خصو يتضامن. Ils ont découvert une réalité qui les choque. دابا يهضرنا على هاد الناس ربما انهم هادو اللي كيبان لهم شي حاجة اللي هي ضرورية ربما هما في حياتهم عاشوا اكتشفوا شي حقيقة ولا حقائق اللي هما اللي صدموهم دازو شي تجارب اللي مرة لي عناو لي ريفولت او لي غون يعني لي تارو او لي غون تيلمون تريس ولا شي حاجه اللي في حياتهم جعلتهم حزينين كيل نو سوبورتوري لدرجه انهم ما بقاوش كيستحملوا با دو نو ريان فير انهم يديروا والو يشوف شي واحد محتاج وما يساعدوش يشوف شي واحد باغي شي حاجه وما يتعاونش معاه يكون حتى هو ديجا بالنسبه له شي حاجه انيفيتابل داز شي حاجه ضروريه حتى هو عانى وحس بالقيمه ديال التضامن بور دوطخ
ولكن بالنسبه للناس اخرين سي اون سور ديتيك، يعني هو بالنسبه لهم بحال واحد الاخلاق، بحال هي اخلاق داخله في الاخلاق انك تكون متضامن. اون دو ايدي لي زوتر باسكو نساعدوا الناس الاخرين، علاش سي بيان؟ حيت هادشي بالنسبه لهم هو واحد التصرف اللي هو زوين، باسكو نو سوم توس فرير، حيت حنا كلنا خوت اخوه. Et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés. وخصك تجي تساعد الشخص اللي هو محتاج، اللي في الصعوبات عنده في ديفيكولتي خصك تساعده. Et qui vit des souffrances، اللي كيعيش معاناة. Et qui n'a pas notre chance، واللي ما عندوش نفس الحظ ديالنا حنا عايشين مرتاحين مثلا، ولكن هو محتاج خصنا نعاونو. Parfois certains agissent par pitié، بعض الناس بعض المرات تفاعل مع دوك الناس وكتضامن معاهم غير بالشفقه، بار بيتي، يعني كتبقاو فيها كتشفق عليهم كتضامن معاهم، يعني كل واحد وكيفاش كيضامن، كل واحد والسبب ديالو. il y a aussi ceux qui voient les choses en terme d'échange، كاين اللي كيشوفها ماشي غير بالشفقه، ماشي حيت عاش مشاكل، ماشي حيت هو عايش عنده الحظ خصو يعاون واحد اخر، لا. il y a ceux qui voient les choses، حيت كاين شي واحد كيشوف التضامن طريقه خاصه ديالو، كي فوا لي شوز اون تيرم دي شانج، تبادل، زعما انت عاوني نعاونك، تبادل. سي اون ابورت اون ايد، يعني كنقول الا انا ساعدت شي شخص، سي اون ابورت سون ايد او زوتر، الا عاونت انا يا الناس الاخرين، اون ريسيفرا دو لاد اون روتور، حتى انا غادي نتلقى المساعده كون اون نوغا بوزوان، يعني كما كنقول انا لا ساعدت شي واحد، حتى انا ربي غادي يصيفط ليا شي واحد اللي يعاوني، يعني يدير الخير تلقاه. دو بليس ايضا كون اي سوليدير، ملي كنكونو متضامنين، اون اي ليي او زوطخ، يعني كنكون مرتبط مع الاخرين، اون في بارتي دان جروب، يعني كنكون ضمن الجروب، اون اي با سول، يعني ما كنلقاش راسي بوحدي. سي امبورطون اوسي بور نومبر دو بيرسون، يعني هو بالنسبه ليهم يعني بزاف لو نومبر دو بيرسون، يعني بلوزيور دو بيرسون. اي بوي سارتان استيم، وبعض الناس كتقول استيم يعني ديز بونس، كتظن ان كو لي زومان سون توس لي، وان الناس كلهم راه نورمالمون مرتبطين، كيل ديبوند لي زان دي زوتر، ان شي مرتبط بالاخر، ماشي هو انسان مستقل، يعني الناس راه متعايشين بعضياتهم خصهم يتعاونوا. لا سوليداريتي اي دونك نيسيسير، اذا هي نيسيسير ضروريه. Parce que si certains vont mal, حيت إلا كان البعض vont mal, les autres se souffriront un jour. يعني دابا إلا كان شي واحد هو كيعاني وعايش مشكل وأنت ما تسوقش ليه، راه الآخرين on souffriront un jour، يعني تاهما شي نهار غادي يعانيو، يعني تانتا غادي تجي فيك النوبة وغادي تعاني. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider. واخيرا كاين بعض الناس اللي ايمي ابريسي، كي تحب تعجبها تساعد الناس، كي سو سونت ميو، كتحس بالراحه باسكيل اون سوتنو كالكان، كي كتعاون شي واحد كتحس بانهم مرتاحين، يعني كتحس بواحد الراحه. دوني اي او سي ساتيسفيزون، انك تعطي يعني وكتحس بواحد الرضا. voir plus que recevoir، يعني اكثر من ميم، يعني plus que recevoir، تعطيك كتحس بالرضا اكثر من انك كتاخذ. ملي كتعطي لشي واحد بعض الناس كتحس بالسعاده. se sentir utile، كتحس براسك نافع، عندك واحد الدور في الحياه. recevoir des sourires et des remerciements، وان فوا انت كتعطي لشي واحد شي حاجه كتعاونو كتلقى بالمقابل الابتسامه ديالو الشكر ديالو، يعني هادشي كيفرح. c'est aussi une source de motivation، يعني حتى هاد الغوميرسيمون شكر هو واحد المصدر ديال التحفيز. موتيفاسيون vous le voyez il existe de multiples raisons، اذا شفتو كاين بزاف الاسباب d'être solidaire، اللي انك تكون وتخليك تكون انسان متضامن. et chacun peut être motivé par plusieurs causes، وكل انسان كيكون محفز لعدة اسباب. bien sûr et vous êtes parfois solidaire، هنا طرحوا question et vous vous êtes يعني êtes vous parfois solidaire، واش كتكون بعض المرات متضامنين كتعاونوا الناس. كون متى افيك كي، يعني مع من، بوركوا لماذا، يعني شنو هو بور كيل غيزون سبب. الوغ دابا نشوفوا لي كيستيون، دونك فوالا لي كيستيون. هنا عندنا جو كومبرون لا بروميير كيستيون، كيل لو سوجي تريتي دون سو تيكست، كيل لو سوجي تريتي دون سو تيكست، هاد لو تيكست هذا يعني شنو الموضوع اللي كيعالج، كيهضر لنا على اين موضوع. لو سوجي تريت، le sujet traité dans le texte est la solidarité، كهضر لينا على التضامن.
Est-ce que tout le monde a la même opinion sur la solidarité? واش الناس كلها عندها نفس الفكره وجهه النظر ديالهم على التضامن؟ نو ils n'ont pas la même opinion sur la solidarité. ماشي كلهم عندهم نفس الاوبينيون، كل واحد وكيفاش كيشوفها من منظوره الخاص. شيرش دون لو تيكست، يعني بحث، يعني قلب على في التيكست، تخوا غيزون، ثلاثه الاسباب كي انسيت لي جون، اللي كيحطوا لي جون الناس ا اتر سوليدير، اللي كيخليهم يكونوا متضامنين. شنو من الاسباب اللي كيخليهم يكونوا متضامنين؟ السبب الاول سي اون رياكسيون انيفيتابل بالنسبه لشي ناس الاولين، انهم شي حاجه لا مفر منها، واجب خصك ديرها. وبالنسبه للناس الثانيين ات اون سور ديتيك، هما بالنسبه لهم واحد يعني اخلاق، داكشي داخل في المبادئ والاخلاق. سي ان تيرم دي شانج بالنسبه للناس، انه تبادل، انت لا عاونتي حتى انت شي نهار ملي تكون في مشكل غادي تلقى اللي يعاونك. Explique comment la solidarité nous rend liés aux autres. شرح كيفاش la solidarité التضامن nous rend كي جعلنا مرتبطين مع الآخرين. كون ني سوليدير، يعني نشرحو دابا كيفاش حنا كنا سوليدير كنكونو مرتبطين مع الناس. إذا كون ني سوليدير، ملي كنكونو حنا سوليدير، اون ليي اوز اوتر، اون في بارتي دان جروب، حيت حنا كنكونو جزء من هذاك الجروب. اسكو لا سوليداريتي اي نيسيسير، واش التضامن ضروري؟ بوركوا؟ علاش؟ وي الى نيسيسير، هو ضروري، كار ايل ايد لي جون، حيت التضامن كيساعد لي جون دون لو بوزوان، كيساعدهم في الحاجه. يعني بوركوا؟ حيت هو التضامن ملي كيكون هما في لي ديفيكولتي، كيعاني وسوفرونس اتسيتيرا، هو كيساعدهم دونك دون لو بوزوان. Quel est le type de ce texte justifie ta réponse? شنو هو نوع النص؟ Le type de ce texte est argumentatif. حجاجي. Pourquoi? Car il contient des arguments. حيت كيحتوي على حجج، راه كيعطينا هاد لا جوستيفيكاسيون ديالو، كيعطينا تضامن خصو يكون ضروري نيسيسير، ها علاش وعلاش وعلاش وعلاش. اذا هنا كيعطينا لي زارغيمون، الحجج. Relève dans le texte deux connecteurs logiques، يعني جوج ديال كونيكتور، يعني الروابط المنطقيه اللي كنربط بهم ما بين جوج ديال لي فراز. عندنا بزاف، انا كتبت ثلاثه وما قلت لك غير جوج. كاين عندنا بوي، باسكو، اونفان. الوغ هنا مازال عندنا هادو، غادي تقراوهم في القسم. جولي لا فراز اون ريسبكتون لي ليزون، وتحترموا لي ليزون. سي اون ابورت سون ايد او زوتر، اون ريسيفرا دو ليد اون روتور كون اون اي كون اون اورا اون اورا بوزوان. دونك هنايا كون اون اورا، هنايا دي ولكن ما تقراش كون دون، غتقرا كون اون اورا بوزوان، كون اون اورا بوزوان. الوغ جولي لي فراز اون ماركون لي بوز، غتقراو هاد لي فراز وغتحبسو في كل بوز هنايا. نو نافون با توس لي ميم غيزون داتر سوليدار. بور سارتان بيرسون C'est une réaction inévitable. Elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'elles ne supporteraient pas de ne rien faire. Alors, on a les questions. Que retiens-tu de ce texte? Je nous dis maintenant le texte. Je nous balique. Retiens. Je retiens. Je nous dis maintenant le texte. La solidarité est un lien fraternel, يعني هو واحد الرابط ديال الأخوة أخوي. اون فالور سوسيال امبورطونت، يعني واحد القيمة اجتماعية مهمة امبورطونت. كيل سون لي كومبورتمون دو سوليداريتي كو تو بو ادوبتي؟ شنو هما لي كومبورتمون، يعني التصرفات اللي ممكن ديرهم انت كإنسان متضامن، بغيتي تضامن شي نهار، شنو هما كاع التضامن فين كيتجلى مثلا، شوف فاش غتضامن مع الناس. Que tu peux adopter à partir de ce texte. من خلال هاد النص. Aider ceux qui ont des difficultés. يعني من خلال هاد النص في التضامن فين ممكن أنا ندير، يعني كتساعد الناس اللي هما عايشين في مشاكل، difficultés، صعوبات. Être en groupe. Cite quelques actions illustrant la solidarité dans ta région. يعني عطيت ثلاثة ديال لي زاكسيون في المنطقة ديالنا ولا في المدينة ديالنا دارت كشكل، كنوع من أنواع التضامن. مثلا دوني سون سون، تتعطي الدم، تتبرع بالدم ديالك. ريباراسيون دي زيكول، مثلا كتضامنو كيصلحو شي مدرسة، مدارس، اتسيتيرا. اون تي دون دو تيكست، يعني بالمساعدة ديال التيكست. اكسبريم طون بوان دو في، عبر على وجهة النظر ديالك على لا سوليداريتي، شنو بان لك في لا سوليداريتي. اون تو بازون سور دو او تخوا زارغيمون، وتعطيني شي ارغيمون، ماشي تقول لا سوليداريتي زوينه وتحبس، لا عطيني حجه ديالك، عطيني ارغيمون، برهان.
Alors, la solidarité est un acte important. Et هو واحد الاكت لي مهم. سي لا ميور فاسون هي لا ميور يعني احسن طريقه لا ميور فاسون دو كريي ان موند بلو جوست باش انك تخلق واحد العالم اللي هو جوست يعني صحيح ريزونابل كار لا سوليداريتي علاش لا جوستيفيكاسيون حيت التضامن غونفورس يعني يقوي يعزز لليان الروابط يعني العلاقات ما بين الناس ان اسيغ ليكيليبغ يعني كي اسيغي لينا شنو التوازن لا ستابيليتي الاستقرار دون نوتخ سوسيتي في المجتمع ديالنا. دونك هادي باش تبان ليكم كامله.